الخير واهلا وسهلا النور. فيك اليوم معنا باستوديو زياد سيداني كمان اليوم اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك المشاهدين ببدايه مشوارك اذا فينا نقول مع الفيا لاين، واليوم رح يشوفوا وين صرت وكيف متابع. لما عم تشوف قديش عم بيكون في اقبال عند العالم لحتى يجوا يعملوا الاستشارات المجانيه اللي عم بتصير عندكم بالسنتر بوسط بيروت، قديش عم بتحس فعلا في هالتفاعل مع فيا لاين وقديش عم بياخذوه بسهوله؟ يعني الحمد لله كل الناس مثل ما بتعرفي نحن معروف عنا انه ما بنجيب الا برودويات طبيعيه 100%، والاهم اهم شغله موافق عليها من قبل وزاره الصحه اللبنانيه. يعني هيدا بالبدايه، يعني اذا منه مسجل بلبنان وحتى بالدول العربيه اللي بننشر فيها نحن ما بنستورد هذا المنتج ابدا. الحمد لله يعني من خلال الناس عاشت معنا الاكسبيرينس اللي كانت مع مصطفى، كلنا شفناه مصطفى قديش خسر 34 كيلو بظرف تقريبا 3 اشهر، عمل فرق كثير كبير، تغيرت حياته كليا. طبعا اليوم معنا خينا زياد كمان بلش معنا يوم السبت كان ب 119.2، وبلشت الناس تشوف كيف زياد عم يتغير كمان، راح تشوفوا بحلقات كيف عم يتغير تدريجيا. الاهم انه يعني الحمد لله فيا لاين هو منتج طبيعي 100%، بيشتغل على عمليه كبح الشهيه. اليوم تنقدر نحن نوصل للوزن اللي بدنا اياه، اذا كنا من الاشخاص اللي نحن ايموشنال ايترز ما فينا نفوت برجيم، لانه هذا الرجيم اكيد ما راح ينجح ليوم اثنين ثلاثه اربعه، ما فينا نكمل فيه. مفترض انه نعمل كنترول على الشهيه، نقدر نضبط شهيتنا، ومن خلالها من بعدها بنبلش نفكر كيف بدنا ننزل وزننا، وهذا الشيء اكيد يلي عم يعملوا فيا لاين يلي عم بيصير مع كل الناس. قبل ما ننتقل لعند زياد ونشوف كمان كيف متابع بهالموضوع، خلينا نرجع لحتى نشوف مصطفى كيف بلش وصولا لليوم قبل ما نشوف مصطفى معنا بالاستوديو. مصطفى انت كنت 134، هلا قد ايه صرنا؟ هلا 129 تقريبا. 129، خلينا نشوف مصطفى قد ايه هلا الوزن. 129 على قد وزنه لمصطفى 110.4 من 134 110.4 كان 134 كيلو. لنشوف مصطفى اليوم وين صار. يلا 104.4. نحن بنقول لك يعني مبروك على 30 كيلو، لانه مش شغله سهله ابدا. كيف يعني بشهرين واسبوع تقريبا؟ شهرين واسبوع 30 كيلو. فاذا هون عم نشوف كنا كيف عم يتابع مصطفى بالتطورات اللي صارت معه، كيف نزل من وخسر من وزنه. مصطفى صار موجود معنا بالاستوديو، خليه يفوت لعنا مصطفى زميلنا نشوف كيف تغير. صباح الخير مصطفى، كيفك انت؟ صرفت بينكم. اهلا اهلا، يا اهلا وسهلا. مبسوط انه انت عندك الشجاعه حتى ما هيك تنزل على فيا لاين. خبرنا انت كيف لقيت هالشجاعه وكيف قدرت تتغير؟ شفت عن جد عن جد صاير موديل، اسم الله عليك مصطفى. تغيرت كليا، انت كمان نمط حياتك تغير كثير. اي اكيد. كيف حاسس حالك اليوم بعد ثلاث اشهر؟ ما بقى بالميزان خلاص. خلاص؟ مرتاح كثير طبعا، فيا لاين كثير ساعدتنا عن جد بقطع الشهيه اللي هو 85% خف اكلي، يعني شغله كثير جيده. ومسيو جمال ساعدني كثير، دائما يحكينا على التليفون شو وين صرت شو عامل. واقف معي عن جد كثير وقفه جيده وحلوه. الحمد لله مشي حالنا، هلا بلشنا سبور شوي، عم نعمل شويه عضل. ضروري. ايه اكيد سبور لازم يكون مرافق لكل حميه غذائيه. وانا بتشكر فيا لاين وبتشكركم كلكم، استضفتونا بطريقه حلوه ومهذبه ومرتبه ومرتاح. خي الحمد لله، ولاحظتوا الفرق، يعني المشاهدين عم يلاحظوا الفرق الكبير اللي كان بين مصطفى اول ما بلش من ثلاث اشهر وبين مصطفى اليوم ب 4 اب اغسطس 2014. تغيير كثير مهم، يعطيك الف عافيه، لانه اكيد في اراده بالاول بتلعب دور، فيا لاين لعب دور، وهالمره الرياضه كمان رح تسندك هلا كمان ان شاء الله. اكيد شكرا لك مصطفى، اهلا وسهلا فيك. مبروك لك. ميرسي. رح نبدا مع زياد. زياد كمان من بعد ما صار في عندك مشاكل صحيه وبعد ما كنت تلعب فوتبول وحسيت حالك تغيرت صحتك كمان، قررت تفوت بمشوار الفيا لاين. نعم، هلا كيف بلشت يعني تتعاطى مع فيا لاين، وبالنسبه لاكلك عم بتحس التغييرات من نهار السبت لليوم؟ الاكل بعده طبيعي، يعني كيف تلاقي الاكل قدامي بكل شيء، بس بوجود الفيلا لاين انه خفت الكميه كثير، بحس بدي اكل ما قادر. خلص يلا اول لقمتين لقمه بقول لمرتي خلص شيل الاكل ما بقدر اكل لك، ما اكلت شو بلشت خلص قاطع شهيه، ما في على حايص يعني على الاكل، خلص صار ورا ظهري هالشيء، كان صار ورا ظهري انه
ما بقى فكر بالاكل باللقمشه بالشوكولا وهذا، خلص صار وراي انه حاسس حالي اكل وما بقى في اشرب مي وما بقى قادر اتنفس. يعني هلا عم تاكل الاشياء اللي بدك اياها بس بتحس خلص الكميه نزلت كثير. الكميه قلت كثير، ما بتحس حالك محروم من شيء، ما بتحس حالك حايش بدك تاكل، كل شيء موجود بس مجرد ما حط الاكل انه بلشت بسم الله هيك خلص بتوقف. ايه خلص صار في شيء بتحس بالمعده هيك اكتفت. شو جمال رح لك شغله من انه متعارف نحن كلنا بناكل مينيموم 4 مرات حاجتنا، يعني اليوم كمان زياد هو شخص مفرط جدا بالاكل، يعني خبرنا يوم السبت هالكميات الزائده اللي بياخذها، كم مره بيتغدى كم مره بيتعشى، كل هيدي الامور بمجرد ما تبلش تتنظم ما بقى فيها السكريات اللي عم ياخذها الكثير كبيره، لانه شفنا نحن فحوصاته لزياد مشروع سكري، عنده كوليسترول كثير عالي، تريجليسيرايد، كل هيدي الامور يلي بتخوف وبتخوف انه نفوت فيها. لذلك اليوم بمجرد ما صار في عنا كنترول على الاكل رح مثل ما عم بيخبرنا زياد بلشت كميه الاكل، يعني الاكل عم بيشوفه قدامه، هيدي هي قوه فيالاين. هرمون السيروتونين لما يرتفع المزاج عم بيتحسن، ما بيعود في عنا نحن رغبه حتى انه نعمل هالسناك اللي بنعمله او 3-4 وجبات اللي بنعمله لبين ما نوصل للوجبه الرئيسيه بالكميات الضخمه. بعده عم ياكل اكيد لانه مفترض انه الجسم يضل يحصل على الاكل بشكل طبيعي، لكن الكميات اللي عم ياخذها هي اللي عم بتخف، وهون الاساس انه حتى يبلش الوزن ينزل تدريجيا. هون نزلت الكميه، قديش عم تاخذ فيا لاين بالنهار هلا زياد؟ معدل يعني 3 مرات بس من الصبح ظهر مغرب. عم تاخذهم على معده فاضيه حبتين؟ حبتين قبل الاكل بنص ساعه. ايه وبرجع بتغدى مثلا وبعد العشاء قبل العشاء بنص ساعه برجع بتعشى. ومعنا كمان غنى لحتى تخبرنا قديش كان وقديش صار كمان. صباح النور. صباح النور. بنعتذر صار عندنا بروبلم تقني بالماشين بس نحن عاملين التست يعني من شي ساعه تقريبا. ما هو هيك وفينا نفرجي الديت كمان، يعني نحن كنا بدو ويت 2 بالسبت كان 119.2 صحيح. اليوم 5 اليوم نحن 5 صار 116.8. هون عم نشوفها على الكاميرا 116.8، يعني عم نحكي ب 2 كيلو. خليها بس مضروبه شوي غنى لحتى يشوفوها على الكاميرا. اوكي عم نحكي يعني ب 2 كيلو 400 جرام. هيدي عم نحكي من 3 ايام من السبت لغايه هيدي اليوم. هيدي من السبت لغايه اليوم، كان بلش الفيا لاين يوم السبت وبلشت اكيد تخف شهيته مثل ما خبركم زياد، منه محروم من شيء بس اكيد الكميه عم بتقل، ما بقى عم ياكل بطريقه عشوائيه وبكميه كبيره. البي ام اي عندنا مثل ما شايفين كان 39 صار 39.8. عندنا الديجري اوف اوبيزيتي نسبه السمنه، نسبه السمنه كانت 81.2 صارت 77.5 كمان. البي ام ار تقريبا بعده ذات الشيء 2500 كالوري صار 2490، يعني شيء بسيط هي بتفرق يعني بين تست والثاني. وهو المفروض ينزل فات تو لوز، المفروض ينزل 17 كيلو، هو اللي بدنا نشتغل عليهم يعني. ان شاء الله رح يشوفوهم مثل ما عم يتابعونا، يعني ثلاثه وسبت رح يشوفوا كل يوم قديش كيف وزنه عم بيتغير، مثل ما عشنا هالاكسبيرينس نحن ومصطفى. يعني اليوم بلش معنا يوم الثلاثاء، هلا ثاقبت انه الفيش انكسر. ايه ما هو هيك اليوم ما بيأثر، بس منيح اللي عاملين الفحص اليوم تتو قبل بشوي قبل ما يتجوا. نحن عاملين الفحص على احد الشاشات وعملنا الفحص يعني. فالحمد لله الحمد لله هيدي قوه فيا لاين، ونحن عندنا ثقه كثير كبيره بالمنتجات تبعنا وبنعرف حالنا انه كلياتها منتجات طبيعيه مثل ما سبق وقلت انه مرخصه من وزاره الصحه اللبنانيه وصناعه فرنسويه ومعتمده بكل الدول يلي نحن عم بننزلها. جمال خلينا نذكر المشاهدين اللي حابين يروحوا يزوروكم ويعملوا صحيح. استشاره كمان مجانيه مثل زياد لحتى يقدروا يمكن يبلشوا مشوار جديد مع فيا لاين. مثل ما زياد، مثل ما مصطفى، مثل ما اي شخص او اي ست او اي حدا بيحب يتوجه لعنا، نحن عاملين فري كونسلتيشنز، في فحص مجانا، في غنى، في هند فور فري. هذا الشيء بيقدروا يتفضلوا لعنا، رح نعمل لهم فحص بكل هالديتيلز يلي عم تشوفوها يلي حكيت عنها غنى من شوي، قديش عندك دهن، قدي عندك مي، قدي عندك ماسلز بجسمك، كل هيدي الامور اللي لازم واحد يعرفها رح يعرفها مجانا، ورح نساعده لانه يخسر وزنه بدون اي مقابل. نحن عنواننا كل الناس بتعرفه، تليفوناتنا موجوده على الهواء،
عنواننا بالوسط التجاري بقلب بيروت، مستقبلكم من 9 للـ5. اهلا وسهلا فيكم، ما تنطروا، صحتكم اهم من كل شيء. اكيد اكيد، شكرا كثير لوجودك معنا وزياد وغنى، اهلا وسهلا فيكم كمان، رح نرجع نشوفكم ان شاء الله تباعا بعالم صباح، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا.